التمشية في أي شارع في مصر كوم، والتمشية على النيل كوم تاني. أجواء مبهجة وجو جميل ومعالم كتير ومناطق مختلفة هنمر فيها مع بعض في رحلتنا جوه شارع النيل وكورنيش نيل مصر العظيم. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. رحلتنا مع بعض هتكون في الجيزة على طول نهر النيل، وفي جزء منه هنمر فيه على عدد من المناطق والأحياء المختلفة، وهنشوف مع بعض بإذن الله أجواء الحياة بالقرب من نهر النيل. احنا حاليا في شارع من أهم شوارع الجيزة وهو شارع البحر الأعظم، وجنبنا نهر النيل اللي قال عليه المؤرخ الأشهر عبر التاريخ هيرودوت إن مصر هبة النيل. على يمنا هنا نادي المعلمين بالجيزة، وعموما على طول طريقنا بنلاقي عدد ضخم من نوادي النقابات والنوادي المختلفة على نهر النيل. قدامنا هنا بقى كوبري عباس اللي بيمر من فوق نهر النيل. لو طلعنا من هنا وعدينا كوبري عباس هنوصل لشارع الروضة ومنطقة المنيل الرائعة جوه حي مصر القديمة، لكن احنا نازلين من النفق واللي من بعده بيتحول اسم الشارع لشارع النيل. وده خلال رحلتنا اللي هنعدي فيها على عدد كبير من الكباري اللي بتعدي نهر النيل زي ما هنشوف مع بعض بإذن الله. وزي ما البحر بيمثل أهمية كبيرة عند كل اللي ساكنين في المدن الساحلية زي اسكندرية ومرسى مطروح وبورسعيد والسويس وشرم الشيخ وغيرهم من المدن، فنهر النيل بالنسبة للقاهرة وعدد ضخم من المحافظات بيمثل ليهم الحياة. بيتمنوا يسكنوا في عمارة بتبص عليه، يحبوا جدا يتمشوا جنبه، يعشقوا القعاد على دكة بسيطة كده ويأكلوا درة أو سميط بدقة، أو يركبوا مركب بسيط في رحلة نيلية ممتعة. احنا خلاص وصلنا مع بعض لشارع النيل، واحنا كده في اتجاه كوبري الجلاء وفي اتجاه الدقي والعجوزة، وهنعدي على عدد كبير من الشوارع هوضح لكم ان شاء الله بإذن الله الشوارع دي واحنا ماشيين مع بعض. على شمالنا المركز الثقافي اليمني في القاهرة، ولسه بنتمشى مع بعض جوه شارع النيل. احنا كده ماشيين موازيين لشارع شارل ديجول او شارع الجيزة والموجود على شمالنا، بنعدي عدد من الشوارع، شارع احمد شوقي، وبعديه على طول بنلاقي متحف الامير الشعراء احمد شوقي، ولسه هنشوف عدد من الاعلام واحنا ماشيين في الجزء اللي احنا فيه من شارع النيل، وده بيعبر عن عدد السفارات كمان اللي موجودة هنا في الشارع زي سفارة الكويت وسفارة تركيا وسفارة المملكة العربية السعودية. وزي ما بقول لحضراتكم لو دخلنا شمال من هنا هنروح على شارع شارل ديجول او شارع الجيزة، واللي هيكون قدامنا على طول حديقة الحيوان بالجيزة، وعلى شمالنا هنا فندق الفور سيزونز في القاهرة، ولسه بنتمشى مع بعض في الشارع اللي موجود فيه عدد من البواخر النيلية زي الباخرة اللي موجودة جوه شارع النيل، اللي رغم انه شارع او في الجزء ده مش طويل ولكن موجود فيه عدد كبير جدا من المعالم، متاحف ومكتبات وبواخر نيلية وسفارات ونوادي تجديف ونوادي، يعني مجموعة كبيرة من المعالم موجودة في الجزء اللي احنا ماشيين فيه مع بعض جوه شارع النيل. ملاحظين مع بعض بقى كمية التشجير الرائعة اللي موجودة هنا في شارع النيل، وفوقينا دلوقتي كوبري الجامعة اللي لو دخلنا منه يمين من هنا هنروح على شارع السرايا وبنكمل بعد كده على القصر العيني، ولو دخلنا شمال طبعا بنروح على حرم جامعة القاهرة العريقة، لكن احنا لسه بنكمل طريقنا في شارع النيل واللي هنكملها بعد كده ان شاء الله على شارع كورنيش النيل، وهنعدي على عجوزة والمهندسين والكيتكات ومبابة، وهننهي رحلتنا ان شاء الله في الوراق. زي ما حضراتكم شايفين مجموعة كبيرة جدا من الشوارع اللي كلها بتوصلنا لشارع الجيزة زي ما قلت لحضراتكم من شوية صغيرين. لو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. على شمالنا هنا شارع الطحاوية، واللي بعديه على طول بيكون فيه مكتبة مصر العامة، واحنا قربنا نوصل مع بعض لميدان وكوبري الجلاء، وباين زي ما حضراتكم شايفين من بعيد برج القاهرة اللي موجود جوه جزيرة من اجمل جزر مصر وهي جزيرة الزمالك.
احنا لسه موجودين في شارع النيل وبنتمشى مع بعض وبنشوف مجموعة المعالم الكتيرة اللي موجودة هنا في شارع النيل. عدينا على مجموعة من المكتبات، وكمان على شمالنا هنا متحف محمود خليل من المتاحف الممتعة والمزارات اللي هتستمتع فيها إن شاء الله بشكل مختلف إذا قررت تزوره. أجواء المتعة الثقافية بيكون ليها طعم تاني خالص، بعيد بقى عن خروجات المولات وخروجات الأكل اللي بقت خروجات مخصوصة، وده من الحاجات الغريبة فعلا. ما زلنا مع بعض في متعة التشجير والنخيل الممتد على شط النيل. قربنا خلاص من اننا نطلع على كوبري الجلاء وعلى ميدان الجلاء وعلى حي الدقي، ونخلص اول جزء من رحلتنا مع بعض واللي هنكمل فيها شارع كورنيش النيل ان شاء الله في العجوزة، وبعدين كورنيش النيل في امبابة، ولغاية ما نوصل للوراق. وعلى شمالنا هنا فندق شيراتون القاهرة، فندق من الفنادق العريقة والمميزة على نهر النيل هنا في الجيزة. وخلاص طلعين على ميدان الجلاء، ولو دخلنا شمال من هنا هنكون في شارع التحرير وفي حي الدقي لغاية ما ينتهي الشارع هناك عند شارع السودان. لكن احنا دخلنا يمين عشان نكمل طريقنا من هنا، وكان لازم نعمل يوتيرن من عند ميدان الأوبرا عشان نرجع مرة تانية لشارع كورنيش النيل، وده اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله. واحنا حاليا على كوبري الجلاء وبنعدي فرع من فروع النيل، وباين من هنا مجموعة من المعالم زي دار الأوبرا المصرية اللي موجودة على شمالنا، تمثال احمد ماهر باشا اللي موجود قدام حضراتكم، وفي كمان نادي القاهرة الرياضي هو اللي موجود على يميننا، وبعديه مباشرة بنلاقي متحف محمود مختار، والشارع اللي على شمالنا هنا هو شارع ام كلثوم او شارع الجبلية واللي بيوصلنا لأعماق الزمالك مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين احنا موجودين في شارع التحرير اللي بيبتدي من عند شارع السودان وبينتهي عند ميدان عابدين او ميدان الجمهورية. وعلى يمنا هنا حديقة من الحدائق او الجناين اللي مش واخده حقها قوي في الزيارة بالنسبة للمصريين، ولكنها حديقة جميلة جدا وهي حديقة الحرية. كمان موجود في الشارع هنا محطة من محطات مترو الانفاق، وهي المحطة اللي واضحة قدام حضراتكم وهي محطة مترو الاوبرا، ده بالنسبة للخط التاني للمترو، وطبعا اللي هو بتبقى جايين من التحرير وبعدين محطة الاوبرا وبيكمل بعد كده لمحطة الدقي ومحطة البحوث في طريقه الممتد. لسه موجودين في شارع التحرير، وزي ما شفنا تمثال احمد ماهر باشا من شوية عند ميدان الجلاء او قريب من ميدان الجلاء وكوبري الجلاء، فقدام حضراتكم كمان تمثال جديد للزعيم الوطني سعد زغلول. وبالفعل احنا وصلنا لميدان الاوبرا، الميدان اللي متسمي على اسم دار الاوبرا الجديدة اللي موجودة او اللي كانت موجودة على شمالنا. قدامنا اسدين كوبري قصر النيل اللي موجود قدام حضراتكم واللي بيوصلنا لميدان التحرير. لكن احنا هنلف من جوه ميدان الاوبرا وهنرجع تاني عشان نستكمل رحلتنا. والشارع اللي قدامنا ده هو شارع الجزيرة اللي بيدخلنا على الزمالك، وكمان الشارع هنا ده هو شارع محمود مختار واللي بيدخلنا وبيوصلنا مباشرة بيكون قدامنا النادي الاهلي المصري. ورجعنا مرة تانية في الاتجاه اللي رايحين فيه لكوبري الجلاء عشان نستكمل رحلتنا مع بعض في شارع كورنيش النيل. لسه موجودين مع بعض، وبقت دار الأوبرا المصرية هي اللي موجودة على يمنا هنا، وبقى على شمالنا حديقة الحرية ومتحف محمود مختار. وراجعين مرة تانية في اتجاه كوبري الجلاء أو كوبري البحر الأعمى، وكل المسميات دي كنا وحتى في بعض الأحيان كانوا بيسموه كوبري بديع، كل الحاجات دي حكينا عنها خلال رحلتنا الممتدة جوه الشوارع اللي احنا بنعدي منها مع بعض. شارع التحرير زي ما بقول لحضراتكم من الشوارع المشهورة جدا واللي بتمتد امتدادات كبيرة وبتعدي على عدد كبير من الميادين في طريقها الممتد من شارع السودان ولغاية ما ينتهي عند ميدان عابدين. احنا ما زلنا موجودين جوه كوبري الجلاء، ولو كملنا طريقنا على طول زي ما بقول لحضراتكم هنروح على الدقي. لكن احنا عدينا بقى الإشارة وخلاص دخلنا مع بعض على شارع كورنيش النيل، وعلى يميننا نادي يخت الجيزة،
والنفق اللي حضراتكم شايفينه على شمالنا ده هو نفق العجوزة، وهو اللي بيعدينا ميدان الجلاء وبيوصلنا مباشرة لشارع شارل ديجول أو شارع الجيزة. وعلى يمنا هنا برضو بيكون موجود عدد من البواخر النيلية والأندية المختلفة، سواء لهيئات أو أندية نهرية لبعض النوادي، وموجود كمان عدد من المطاعم والكافيهات المنتشرة على نهر النيل. والشوارع اللي على شمالنا هتدخلنا على أعماق حي الدقي بشوارعه المختلفة، وإحنا كده في اتجاهنا للعجوزة مع بعض، واللي بيفصلها عن الدقي شارع نوال أو شارع حسن محمد الرزاز، زي ما إن شاء الله هنشوف مع بعض. على شمالنا هنا مسجد النيل، واللي بسببه اتسمت العجوزة كلها بالاسم ده، وكنا حكينا حكايته مع بعض خلال رحلتنا في الحي. وعلى يمنا هنا كوبري 6 اكتوبر الشهير والطويل، ولو طلعنا من هنا هنروح على ميدان التحرير وميدان رمسيس، بيفضل مكمل معانا الكوبري لغاية ما يوصل لطريق النصر في مدينة نصر. وكان على شمالنا هنا شارع حسن محمد الرزاز، اللي هو بنفسه شارع نوال، واللي بيفصل الدقي عن العجوزة، واللي دخلنا في حيزها دلوقتي، وما زلنا بنستمتع مع بعض برحلة جنب نهر النيل. زي ما حضراتكم شايفين رحلة ممتعة جدا، شوارع جميلة، نسبة التشجير رائعة جدا زي ما حضراتكم شايفين معايا، وبنستكمل رحلتنا مع بعض. لو لسه موجود معايا في الفيديو، اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. لسه موجودين جوه العجوزة، وموجود على شمالنا دلوقتي شارع نجيب محفوظ اللي بيدخلنا لاعماق العجوزة، واللي على ناصيته موجود كافيتيريا نعمة، وموجود كمان مستشفى الشرطة بالعجوزة هي اللي موجودة على شمالنا هنا. واحنا جوه حي كان لينا رحلة مهمة جواه، أتمنى أنك ممكن تسترجعها من فيديوهات القناة، تتفرج بقى على تقريبا معظم شوارع العجوزة، سواء الشوارع الفرعية أو الشوارع الرئيسية، وتعرف ليه الحي ده تسمى باسم حي العجوزة، وتعرف حكايته اللي يعني مليانة كده بالقصص والروايات الجميلة. لما زلنا موجودين في شارع كورنيش النيل، وزي ما حضراتكم شايفين السور ده والخطين الحمر بيؤكدوا ان احنا بقينا جنب نادي الزمالك النهري، اللي كان معظم النوادي ليها نادي نهري موجود على نهر النيل. لسه بنستكمل مع بعض رحلتنا، وخلاص وصلنا بقى، وبقى على شمالنا شارع محمود خليل الحصري، او الاسم القديم للشارع هو شارع الفلوجة، وعلى ناصيته مسجد السلام. وبعديه بحاجة بسيطة كده موجود فندق شهرزاد الشهير والمميز، واللي اطلالاته يعني بديعة كده على نهر النيل. والجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي في عدد كبير من الناس بيسموه كورنيش العجوزة، ولسه بنتمشى مع بعض وبنشوف معالم حي العجوزة مع بعض الكتيرة جدا، واللي موجودة على نهر النيل. على شمالنا شارع ابو المعاطي اللي على ناصيته مسرح السامر، وبعده على طول بيكون موجود السيرك القومي بالجيزة، واحد من الرحلات الممتعة جدا للاطفال والكبار، برضو هيستمتعوا جدا جوه السيرك بفقراته المتنوعة اللي كلنا بنحبها. والكوبري اللي موجود على يميننا هنا هو كوبري 15 مايو، برضو احد الكباري اللي بتعدي نهر النيل، زي كوبري عباس وكوبري الجامعة وكوبري 6 اكتوبر وكوبري الجلاء اللي عديناهم مع بعض. وعلى شمالنا هنا مسرح البالون، والشارع اللي على شمالنا هنا هو اللي بيوصلنا لشارع احمد عرابي وشارع جامعة الدول العربية الشهير جدا جوه منطقة وحي المهندسين. واحنا لسه بنكمل طريقنا ورايحين على ميدان الكتكات، وحنكمل بعدين ان شاء الله باذن الله طريقنا جوه حي امبابة لغاية ما نوصل للوراق. لو لسه موجود معايا في الفيديو، اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. احنا خلاص كده بعد ما عدينا الجيزة وشارع البحر الاعظم وشارع النيل والدقي والعجوزة، وعدينا المهندسين كمان، فخلاص بقى داخلين على ميدان الكتكات، واللي كان لينا رحلة قريب فيها وتمشينا جوه بعض شوارعها. وعلى شمالنا هنا شارع السودان، واللي موجود فيه هنا محطة مترو الكتكات ومحطة السودان في الخط الأخضر، وقدامنا مسجد خالد بن الوليد، وما زلنا ماشيين في رحاب نهر النيل في رحلتنا مع بعض.
وزي ما بقول لحضراتكم بعد ما عدينا عدد كبير من المناطق فاحنا كده يعتبر دخلنا في حيز كورنيش النيل في امبابة. طبعا واضح جدا اختلاف مستوى السكن ومستوى البيوت من حي لحي ومن منطقة لمنطقة، رغم ان ورا الشجر اللي موجود على يمين هنا موجود برضو نهر النيل، والبيوت البسيطة دي برضو بتطل مباشرة على نهر النيل. طبعا محتاجة قدر كبير من الاهتمام والصيانة عشان تتسق مع المنظر الرائع جدا اللي بتطل عليه واحنا جوه حي من يعني من اجمل الاحياء الشعبية في مصر وهو حي امبابة. احنا كده موجودين في شمال محافظة الجيزة وعلى الجانب الغربي من النيل، والشكل الشعبي اللي احنا شايفينه في امبابة ده بيرجع ان المنطقة هنا فضلت لقرون كتيرة المحطة الاخيرة للجمال اللي بتيجي من السودان وبتيجي من عدد كبير من دول افريقيا من خلال درب كان اسمه درب الاربعين عشان تتباع في السوق اللي بيتعمل كل جمعة هنا، والسوق ده مازال موجود لغاية دلوقتي. وفضلت امبابة لغاية سنة 1940 ليها عمدة وبيساعد العمدة ده في الأعمال بتاعته مجموعة من المشايخ في مناطق مختلفة، وده لغاية ما اتعمل الاسم اللي حضراتكم يعني وبدأ يبقى واضح قدامنا هو، وهو اسم شرطة امبابة الاسم الأزرق اللي موجود وبقى موجود على شمالنا هنا. ويعني زي ما الاسم لونه أزرق هنا فبرضو المعلم المهم اللي حضراتكم شايفينه من بعيد دلوقتي وهو كبر امبابة، كبر الحديد الجميل جدا واللي بينقلك من كورنيش النيل من عند الساحل كده أو من بعد ما سبيرو ومن بعد السبتية بينقلك مباشرة لإمبابة، أو العكس طبعا اللي طالع من إمبابة ورايح على كورنيش النيل في الاتجاه الآخر بيستخدم كمر إمبابة اللي موجود في اتجاهين، الاتجاه اللي رايح كده والاتجاه اللي رايح كده، وفي وسطهم في قضيب قطر السكة الحديد. وحنعدي من تحت كوبري امبابة زي ما حضراتكم شايفين العربيات اللي ماشية جوه الكوبري بالفعل، وبعديه على طول بيكون على شمالنا هنا الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية اللي كانت موجودة برضو قبل كده في الاتجاه الآخر عند السبتية. وحنفضل ماشيين مع بعض وكل الشوارع بقى اللي هتقابلنا شمال هتدخلنا على أعماق حي امبابة. لسه موجودين في شارع كورنيش النيل وبيقاطعنا هو على شمالنا شارع طلعت حرب اللي لو دخلنا منه برضو هنروح على عدد من شوارع امبابة، معهد امبابة موجود ومعهد السمع والكلام في امبابة ومجموعة كبيرة من المعالم اللي هنعدي عليها دلوقتي واحنا في حيز حي امبابة. هنعدي على مستشفى حميات امبابة زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا، كمان على شمالنا هنا المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، وفي لسه مازال في بعض قاعات الافراح اللي موجوده على يميننا واللي موجوده على نهر النيل مباشره. والكوبري اللي قدام حضراتكم ده هو كوبري الساحل وهو اللي لو طلعنا منه كملنا على طول هنروح على رود الفرج، وبرضو في نزله كده بتنزلنا مباشره على كورنيش النيل في الاتجاه الشرقي. بقى احنا قلنا احنا في الاتجاه الغربي فهو في الاتجاه الشرقي، لكن احنا هنكمل طريقنا من تحت كوبري الساحل وهنفضل ماشيين شوية، وزي ما بقول لحضراتكم من بعد شارع الوحدة بقى هناخد الطريق في الاتجاه اللي رايح على حي جديد في رحلتنا النهاردة اللي عدينا فيها على مجموعة من الاحياء، واللي هننهي ان شاء الله رحلتنا في حي جديد وهو حي الوراق، احد الاحياء اللي يمكن ما زرناهاش قبل كده، يعني هناخد جزء صغير كده على وعد ان شاء الله ان احنا نحاول نعمل فيها رحلة قريب باذن الله. على شمالنا هنا شارع الوحدة، شارع شهير قوي في امبابة واللي اسمه دلوقتي شارع ممدوح سالم وده الاسم الرسمي ليه، وما زلنا في اتجاهنا وما زال كورنيش النيل هو اللي موجود على يمنا ورايحين من امبابة على الوراق. لو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير، ومن حي لحي ومن منطقة لمنطقة رايحين من امبابة على الوراق الحي المكتظ جدا بالسكان، في عدد كبير جدا من الناس عايشين فيه
واللي بيضم وراق العرب ووراق الحضر وجزيرة الوراق، وبيحيط بالوراق الطريق الدائري وكوبري الوراق، وموجود فيها معهد تيودور بلهارس للأبحاث اللي بيكافح أمراض الكبد زي البلهارسيا والالتهاب الكبدي الوبائي، موجود فيها وزارة الري وشركة الغاز، موجود فيها منطقة صناعية اسمها منطقة طناش. زي ما حضراتكم شايفين كده أهو، مرحبا بكم في حي الوراق. زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا، هنعدي دلوقتي على معهد تيودور بلهارس اللي موجود جوه الوراق وعند المعهد ده، وبعديه بشوية صغيرين ان شاء الله هننهي رحلتنا النهاردة اللي اتمنى تكون عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.